ايه عايزين فكرة كيشو بقى؟ عايزين نعرف ايه كيشو. دي كيشو دي يعني كش ملك. كش ملك. جاي من كش ملك. انت كشيت ناس كتير قوي في المصارعه. كيشو بطل جامد، اي حد بيقف قدامه يعني بكش ملك على طول. عايزين نقول القلاده دي ده وسام رفيع جدا، لما الطبقه الثانيه وسام الطبقه الثانيه، يعني تكريم على اعلى مستوى ما شاء الله انك انت تحصل عليه كل ابطالنا. انتوا اللي كرمتونا. انتوا اللي كرمتونا كمان. يعني عايزين نعرف منك بقى كيشو، كواليس بقى دوره العاب البحر المتوسط، بتلعب اسامي كبيره كمان، انت بتلعب على يعني وزنين او وزن واحد هو، لكن سنك 20 سنه، يعني انت بتلعب شباب. البطوله دي اصلا كبار كبار، بس انا شاركت فيها، انا كنت اصغر لاعب في البطوله. اصغر لاعب في البطوله كلها. اصغر لاعب في البطوله. قول لنا بقى، لان انت المفروض سنك شباب وبتلعب كمان مع الكبار، ايه الكواليس هي اول محطه اصلا؟ يعني بتلعب بطوله الجمهوريه في مصر هنا، لازم تجيب اول، بعدين متاهل لبطوله افريقيا. بتلعب بقى بطوله افريقيا، انا بلعب شباب وبلعب تاني يوم كبار، بوزن تاني يوم، يعني انا بوزن 66 وبجيب ميزاني تاني يوم عشان العب كبار. طب مش دي صعوبات بتواجهها؟ اكيد طبعا، بس عشان اقدر اعمل انجاز كويس في بطوله افريقيا. ده بيحفزني ان انا اعمل انجاز كويس، يعني طبعا اكون مختلف. اكيد اكيد. اصعب بقى الماتشات والمباريات، المصارعه الروماني مش سهله كمان، ولعبه احنا عندنا تاريخ كمان فيها كبير، يعني كرم جابر طبعا. طبعا اسطوره. اسطوره كرم جابر، وعندنا اسامي كمان كتير جدا شرفوا مصر. احكي لنا بقى محطاتك في دوره العاب البحر المتوسط، هل المنافسات كانت سهله؟ الابطال اللي لعبتهم لغايه ما وصلت لتتويجك بالميداليه الفضيه؟ لا يعني اولا احنا اصلا كنا في مصر، يعني ما احتكناش بره، يعني اللعبه بتاعتي المصارعه دي لازم احتك بره، لازم اعمل معسكرات خارجيه. المعسكر كان المعسكر كان في مصر هنا، وكان وقت طويل، بس يعني الامكانيات في مصر ما تسمحش يعني للبطوله دي. فطلعت البطوله، لا كان في القرعه بتاعتي يوناني، بطل يونان. طلعت دي اسكندراني. اسكندراني.